السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبنات الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي. سألني الكثير من أبنائي وبنات الطلاب عن تسجيل الحضور أو تقديم الشكوى بخصوص الامتحانات الإلكترونية من خلال التابلت. الموضوع طبعا سهل جدا. من خلال التابلت بتدخل على موقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بضغط عليه، ومن خلال الاستعلام عن أكواد الاختبارات الإلكترونية الصف الأول والثاني الثانوي، وآخر خيار أنا بختاره بضغط عليه هيفتح معايا الصفحة الخاصة بالاستعلام عن أكواد الاختبارات. في المستطيل الأصفر ده خاص بتسجيل الحضور وتقديم الشكوى الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، بضغط عليه فبيفتح معايا الموقع الخاص بتسجيل حضور الطالب أو تقديم الشكوى. في الفيديو السابق احنا تكلمنا فيه عن تسجيل الحضور وأيضا عن تقديم شكوى خطوة بخطوة بكل سهولة. بالنسبة لأبناء وبنات الطلاب سألوني هل ندخل على الموقع ده بعد الامتحان ولا قبل الامتحان؟ لا، أكيد طبعا بعد الامتحان. لو أتمت الامتحان بتدخل تسجل الحضور. لو حصلت معك لا قدر الله أي مشكلة في الامتحان ولم تستطع إتمام الامتحان بتدخل تقدم شكوى وتثبت فيها الحالة التي واجهتك أو المشكلة اللي واجهتك في الامتحان عشان تحفظ حقك إنك أنت دخلت فعلا الامتحان. لو في أي مشكلة واجهتكم أثناء الامتحان أو بعد الامتحان كلمني على طول، أنا أسيب لك رابط الصفحة الخاصة بي على الفيسبوك. كمان ممكن تتابعونا على جروب بنك المعرفة المصري ونظام التعليم الجديد على الفيسبوك. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.